مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. حلقتنا النهاردة مكونة من فقرتين. أول فقرة هنتكلم فيها عن الغش في الامتحانات. طبعا احنا عارفين ان امتحانات الثانوية العامة قربت، هنتكلم عن قانون الغش الجديد. وفي الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن المنتجات المصرية، ان في منتجات كتير في مصرية جودتها عالية. قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة، احب ارحب بزميلتي اللي منوراني وجميلة جميلة نورها اللي ازيك يا نور؟ عاملة ايه؟ اخبارك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. مساء الخير والفل والجمال والبهجة عليكم، يا رب تكونوا في أحسن حال. أول حلقة لينا بعد العيد وأجازة العيد بقى، فقلنا كده نرجع بموضوع بمناسبة بقى إن الامتحانات قربت زي ما هجر قالت، امتحانات الثانوية العامة وفي بعض الجامعات هتنزل امتحانات، فقلنا نشوف موضوع الغش في الامتحانات لأن في ناس كتيرة قوي ما تعرفش عنه، وواضح إن العقوبة بتاعته كبيرة والموضوع كبير مش صغير. طبعا هيكلمنا أستاذ أحمد البيطار، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب. ازي حضرتك الاول؟ قبل ما نبدا في الموضوع نورنا، الحمد لله على السلامه. منورنا يا استاذ احمد. ايه بقى موضوع الغش بقى في الامتحانات والناس مش عارفه عنه حاجه على فكره؟ بدايه عايزين نقول التحذير بتاع كل حلقه، انتوا عارفين انا في عادتي كل حلقه بروح قايل تحذير. تمام. يعني ايه عايزين نقول للناس، وبما ان برنامج سحر الهوانم فاحنا هنتكلم عن الهوانم بس والبشوات برضو معانا. ايوه لازم الاثنين. الاثنين معانا. فيعني استاذن كل ام وكل اب ابنه نازل الامتحان يخلي تليفونه في البيت. طيب انا عايز اطمن على ابني وعايز اخلي بالي منه، في تليفون صغير بيتباع ب 120 جنيه اللي هو الزراير دول، تمام، موجود، حط في خطه واطمن على ابنك زي ما انت عايز، لان الشباب الصغير مش عارف عواقب الامر عامل ازاي. ويعني يكاد يكون الامر بتاع او موضوع الحلقه اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع مش شايع قوي ومش كل الناس عارفاه، بس هو للاسف امر كارثي. الطالب اللي بيغش مش عارف عقوبه اللي هو بيعمله، مش عارف الموضوع مش ازاي، مش عارف القانون الجديد. طبعا في ناس ما يعرفش ان في شق جنائي، هم فاكرين بس ان ممكن يعني تتحرم من الامتحان او تتلغي لك السنه. طب انا احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك. طيب. كده نص القانون الاول نبدا بيه؟ لا، هو الموضوع اساسا ابتدى من سنه 2015 لسنه 2017. في شاب جميل لطيف عمل صفحه على الفيسبوك دون ذكر اسماء واختلق لنفسه اسم شهره. تمام. وابتدى ياخد الامتحانات يصورها ويرفعها على الصفحه بتاعته ويسربها لطلبه الثانويه العامه. تمام. صدر في الوقت دون قرار من رئيس الجمهوريه رقمه 101 لسنه 2015. بعد كده في سنة 2017 اتعدل وبقى قانون. طيب هنبدأ القصة من الأول. تمام. أنا شاب جميل لطيف وصل لي الورقة بتاعة الامتحانات بشكل أو بآخر، أدي رواية. تمام. طيب أنا قاعد في اللجنة ماسك التليفون بتاعي ورحت مصور ورقة الامتحان وبعتها لحد بره مثلا عشان يجاوب لي، إيه اللي ممكن يحصل لي لو أنا أعمل ده؟ أو انا حد وصلت لي ورقه الامتحان، حد عادي حسن النيه، وابتديت اصورها كذا نسخه واوزعها على الناس بقى مثلا. تمام. القانون قال لك ايه؟ قال لك يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين. جميل. ولا تزيد عن سبع سنوات. يعني ممكن تبقى سبعه. ده احنا عندنا كمان النص ده مستثني الجنحه. احنا عندنا الجنحه عقوبتها من 24 ساعه لغايه 3 سنين. لا، ده احنا عندنا النص ده شدد العقوبه، زود العقوبه بتاعت الجنحة لسبع سنين. يتحبس بس. قال لك لا، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه. يعني اي واحد يفكر يعمل كده يعرف بقى نقبته يعني حبس وغرامة وكده كده انت اتمنعت حبس من سنتين لسبعة وغرامة. تمام. من 100 ل 200,000 جنيه. طيب اللي يعمل ايه اللي بيتعاقب بالعقوبه دي؟ قال لك ايه؟ عشان نقول انا ما بحبش اقول نص قوانين بس معلش هم مادتين فالناس تستحملني فيهم وهنتكلم بيهم. لا اتفضل. قال لك ايه؟ قال لك كل من طبع او نشر او اذاع او روج باي وسيله كانت اسئله الامتحانات او اجوبتها في جميع المراحل وكان ذلك قبل عقد اللجان، الروايه بتاعت ان الحد اللي بيوزع تمام، او اثناؤه بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء وقعت الجريمة داخل اللجنة أو خارجها. يعني هي متسابة مفتوحة سواء خدت بره سواء جوه الامتحان بره اللجنة ووزعته هتعاقب، وانت واقف صورت الامتحان ووزعته هتتعاقب برضه. والقانون هنا يعني ايه مطط شوية. هو اساسا القانون معمول عشان وسائل الاتصال الحديثه، يعني مثلا حد معاه سماعه بيغش بيها، حد معاه تليفون بيصور يبعته واتساب، فالقانون اساسا مطاط عشان يجمع كل وسائل الجيش.
يعني الشخص اللي معاه برشامه وبيعمل نفس الكلام ده او معاه الورقه الصغيره بتاعت نفس الموضوع نفس الحاجه ده زي ده واقف قعدت في اللجنه بناول الورقه اللي فيها الاجابه لزميلي يطبق عليا نص التقسيم. طيب انا قاعد في اللجنه حاجه بقى كده ما انا واحده واحده احنا عرفنا الشخص اللي بيعمل ايه اللي بيسرب الامتحان وقت اللجنه او بره بره اللجنه. تمام جميل. طيب صاحبي الجميل اللطيف اللي انا رحت مصور له الامتحان وبعته له ده يتفلت ما يتعاقبش؟ طب الحد اللي تصور له الامتحان وبيوزع وهو ملوش دعوه ده ما يتعاقبش نسيبه؟ لا بيتعاقب. قال لك ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من اشترك. ده القانون مش سايب حاجه كله يعني قال لك الاشتراك كل من اشترك باي وسيله في ارتكاب هذه الجريمه. اللي عمل واللي اشترك معاه. جميل. طيب صاحبنا الجميل الشاب اللطيف اللي صور ورقه الامتحان صورها وجي بعتها على الواتساب ما اتبعتتش الباقه بتاعت النت خلصت. نهار ابيض ده حصل. لا برضه ما يتسابش. قال لك ويعاقب يعني هيتعاقب برضه هيتساب ليه موجوده حظه سيء وهيتعاقب. تمام حظه وحش. قال لك ويعاقب على الشروع مجرد الشروع ان انا صورت او معايا الجهاز او معايا اي او حاولت اصور ورقه الامتحان ويعاقب على الشروع في ارتكاب اي فعل من المنصوص عليا في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. بمعنى إن جوازي للمحكمة إن هي تحبس بالعقوبة المقررة أو تغرم أو تحبس وتغرم الاثنين بقى ده لو كان حاجة كبيرة بقى. قال لك كده أو كده أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال الحاجات اللي المفروض اتمسكت من تليفونات او ايا كان بتتصادر الاشياء مضبوطه محل الجريمه. طيب اتحبس واتغرم هيسيبوه في المدرسه؟ هيكمل حياته؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. احنا عندنا عقوبه اداريه صعبه قوي صعبه قوي مستقبل اتدمر خلاص. انا قلت التحذير اللي في الاول ليه؟ ايوه التليفون ابو 120 حل المشاكل دي كلها. فتش ابنك ولا فتش بنتك وهي نازله ولا تنزل بورقه ولا تنزل تذاكر وتتكلم. فعلا ساعات الاب والام ما بيبقوش الطريقه بتفرق يا استاذ احمد. يعني لو فعلا معاك ورقه او برشام او تليفون او يعني كل واحد القانون ده لما نزل قانون شمولي قال لك احدى الوسائل تمام اللي ممكن تستخدم في الغش سواء تقنيات حديثه ده لسه هكمل في نص الماده منه يعني على كله على كل نص كل الطرق اي محاوله غش. طيب اتحبس واتغرم ايه العقوبه الاداريه؟ تمام قال لك ايه؟ بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا او شروعا فيه يعني حتى اخونا الباقه بتاعته خلصت هيتعاقب برضه تمام او اي فعل من الافعال المنصوص عليها بالفقره اللي انا لسه متكلم فيها من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه. تمام يعني انا مثلا في امتحان الفلسفه عملت محاوله غش بتحرم من الدور ده كله واعتبر راسبا. تمام قال لك الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته. يعني مثلا في الاعاده اللي هي بتاعه الملاحق اللي بتوقف الصيف او الكلام ده يتحرم من دخولها. تمام ويعتبر راسبا في كل المواد. يعني انا جيت امتحنت عربي وانجليزي ورياضه وي 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 وجيت غشيت في الفلسفه وحلل كويس قوي في كل المواد ولكن سوء الحظ خلاني ان انا اغش واتمسك. خلاص شكرا. كل اللي فات راسبا والنبي لو في اخر ماده والدور اللي بعده هيتحرم من دخول. كارثه كبيره جدا. هي فعلا موضوع كبير ومشكله ان لا الطلبه عارفينه ولا اغلب اولياء الامور برضو عارفينه. يعني عادي الطالب بيتعامل ان هو بقى ايه فهلوه يعني او شطاره منه ان هو يغش او يعرف زميله في الكارثه الثانيه. تمام طيب انا دخلت الامتحان ومعايا تليفون في جيبي تمام هو نص الماده الثاني ده الى حد ما في نوع من انواع التعسف ولكن هتكلم بعد كده الموضوع او مخارجه تبقى عامله ازاي. قال لك يعاقب كل من حاز باي لجنه من لجان الامتحان اثناء انعقادها الامتحان شغال ايا كانت صفته مين طالب مراقب ايه يعني حتى لو هو معاه تليفون ما بيعملش بيه حاجه ايا كانت صفته تمام دون مقتضى ايا من اجهزه التليفون المحمول. تمام. عشان ما يجيش يقول لك نص الماده قال التليفونات المحموله لا نص الماده شامل كل وسائل التقنيات التليفون المحمول او غيرها لا لسه يقوله هو ما قالش برشام لفظا قال لك ايه ورقه تليفون محمول
أو غيرها من أجهزة الاتصال والإرسال واستقبال السلكية ولا سلكية، لأن إحنا في المرافعات ساعات نقول لا ده القانون قال كده، قال لك لا السلكية ولا سلكية، ده بتمسك بالبلوتوث لا ده قال لك لا شامل الحديثة والغير حديثة السلكية. أيا كانت التقنية الحديثة لو كاتب على إيديه أهو جايين لك الإجابة لسه بقيت نص على الهدوم عارفة البنطلون قال لك إيه أو أي وسيلة أخرى هدوم إيديه كله يعني مقفولة مستيب عليه حاجة قال لك وسائل التقنيات الحديثة وفسرها سلكية أو لا سلكية أو أيا كان أو على الديسك أو على الحيطة أو قال لك أو أي وسيلة أخرى أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على الأفعال المنصوص عليها فين؟ في المادة اللي إحنا لسه متكلمين عليها من هذا القانون. طب الراجل ده بيتعاقب بإيه؟ قال لك بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه والحاجات اللي معاه بتتصدر ايا كان بقى تليفون محمول، يعني مثلا يكون معاه تليفون ماركه عاليه ولا حاجه بحروفات التليفون ده راح ينساه خلاص راح انتهينا ودفع غرامه لكن امتحاناته مكمله ومفيش عقوبه اداريه. الشخص اللي بيحوز تمام عشان كده برضو النص فيه رأفة شويه، يعني النص هنا زي ما بقول لك ايه كان نص فير وهنا في استخدام لروح القانون لان في تاويل كمان، يعني لما نيجي هنتكلم في كلامنا في تاويل للموضوع. قال لك لا ده احنا نغرمه بس لكن مش هنضيع مستقبل. ليه؟ لان مجرد الحيازه هو شايله بس لكن لكن ما عملش بيه حاجه ولا كان موجود حتى النيه ان هو بس ده طبعا بعد تفتيش الموبايل او اي كانت الوسيله ويتاكدوا ان هو ملوش علاقه. ده اللي احنا لسه هنتكلم فيه في اللي جاي. تمام. يبقى انا دلوقتي معايا تليفون بتعاقب بالعقوبه دي. طب التليفون مقفول ما بستخدموش في اي حاجه اتعاقب؟ لا، ما قال لك الوسائل التي تساعد على ارتكاب. لكن هو مقفول ملوش مجرد حديده حته حديده ماشي. ما انا معاك هو القانون النص الماده واضح الدلاله ولكن هنا زي ما بيقول ايه في عندك حاجه في الجريمه يقول لك لا يقول لك القصد المادي والقصد المعنوي. تمام. واحد خبط واحد بعربيه ما كانش قصده يموته غصب عنه. تمام. الفعل المادي ان هو قتله. القصد الجنائي او الركن المعنوي اللي هو غصب عنه ما خدش ما شافوش. فهنا بنبتدي نقول الايه القصد الجنائي من الموضوع ازاي؟ انا معايا تليفون في جيبي نسيته مقفول مش واصل له نت مش واصل له حاجه اي حاجه ما عرفوش اصلا اي صور ما عرفوش اي مشكله حاجة. تليفون صغير بزراير ما ينفعش ان انا استخدمه في كلام من ده. مش هعاقب. تمام. بس طبعا الموضوع بيبتدي الاول ان الجهه الاداريه او المدرسه او ايا كان هي الجهه بتاخد الاجراء بيعملوا تحقيق فيه تحقيق داخلي وبيشوف الدنيا عامله ازاي وبيبتدي بعد كده الامر برمته يحال للنيابه العامه. طب حضرتك بقى يعني واجهتك او جات لك قضيه من النوع دوت؟ بالفعل فعلا احكي لنا بقى. جت حاجه شبهها كده بس احنا ايه يعني ما اتكلمنا لما جينا نتكلم قدام المحكمه اتكلمنا في نقطه معينه. انا دلوقتي كجهه اداريه نصبت نفسي الخصم والحكم. ما انا خلاص انا اشتكيت الطالب انا مسكت حرامي في البيت وقلت ده حرامي رحت رايح بالنيابه. طبعا مع التحفظ من المسار يعني المسار مش شبه بس احنا بنتكلم انا حد مسكت حد مخالف ما ورحت مقدمه النيابه مين اللي بيفصل ما بيننا؟ النيابه. تمام. فالمفروض النيابه بتتخذ بعض الاجراءات بقى اللي من ناحيتها اللي بتتاكد من وقوع الجريمه من عدمها. يعني احنا في الحاله اللي كانت موجوده معانا النيابه ما عملتش او ما اخضعتش التليفون المتحرز للفحص الفني عشان يتشاف هل فعلا الطالب كان بيعمل كده ولا لا. ثم انت عندك الالفاظ بتاعه القانون واضحه الدلاله. قال لك يكون مستخدم. طب انا كان معايا تليفون مقفول في جيبي. طب انا اتعمل لي المحضر بالتليفون وانا داخل من اللجنه. من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في المحاضر وده طبعا يعني ايه هنقول سر المهنه كده للساده المراقبين اللي بيعملوا المحاضر. ما تيجي تعمل محضرك لوجه الله طبعا ومورد الله لو فعلا الواقع حصل اكتب الساعه اللي حصل فيها قبل الامتحان الساعه 9:30 ولا بعد الامتحان الامتحان الساعه 9:30 ما كتبش يبقى خلاص انت ما اثبتش حاله. انا مش عرفني ما اثبتش حاله ممكن بعد ما دي من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في القضيه. ايوه ان ما فيش ساعه. انت المفروض ساعه وقوع الجريمه تحددها. احنا بنتكلم دلوقتي انا بعاملك انت معاك الضبطيه القضائيه يعني انت زيك زي ظابط المباحث اللي ماشي في الشارع اللي بيضبط مجرم. أيوه. انت دلوقتي كمراقب معاك الضبطيه القضائيه فلازم لما تيجي تستخدم المنحه دي اللي هي منحه مش قليله تستخدمها اولا بما يرضي الله. ثانيا تستخدمها بالشكل اللائق. لازم تكتب لي التاريخ او الميعاد او الساعه بتاعه الضبط كانت امتى لانك انت لو مش محدد لي هنا يبقى في احتماليه بقى.
هل الولد انت مستقصده بينك وما بينه اي عداوه قديمه؟ كنت لسه هسال حضرتك لو في تعسف بقى من اي جهه خلال طالب معين مثلا، هل القانون ده بيحميه؟ هل في قانون بيحمي الطالب ده من التعسف؟ مفيش قانون بيحمي الطالب، ولكن الاجراءات اللي المفروض تتاخد في النيابه العامه هي اللي بتحمي الطالب، لان النيابه العامه هي الملاذ الاخير لاي حد. النيابه العامه زي ما هي سلطه اتهام، بس في نفس الوقت احكام محكمه النظام اتكلمت قال لك هي خير مدافع عن المتهم، والمحكمه خير مدافع عن المتهم. فالنيابه بتبقى فير، يعني النيابة المفروض بتبحث عشان تقدم المتهم الحقيقي للمحكمة ويكون فعلا وقعت منه الجريمة. طيب أنا دلوقتي كملاحظ مش كاتب التاريخ، هنا بقى يبقى في كل وقال قدام المحكمة، أنت مش كاتب لي الساعة اللي تم فيها ضبط التليفون، طب أنا هعرف مين الكلام ده كان قبل وقوع الامتحان ولا بعد؟ طيب التليفون بالمحضر بالتحقيق الداخلي اللي المفروض خلاص الجهه الاداريه بقت خصم خلاص، يعني الجهه الاداريه في الاول قبل ظهور القانون ده كانت بتحرم الطالب ومش عارف ايه والكلام، وهي اللي بتوقع العقوبه الاداريه. لا دلوقتي القانون الجديد خلاها خصم، هي اللي بتقدم الطالب ببلاغ، بتقدم بقى بعد كده. النيابه العامه بقى بتبقى حياديه في الامر في النص، امسك التليفون واخضعه للفحص الفني، هل فعلا الولد ارسل؟ هل فعلا التليفون استخدمه من اي برامج من البرامج ان هو كان بيسرب؟ هل فعلا في مكالمه لتليفون تاني؟ طبعا الكلام ده بقى سهل جدا، احنا حتى كنا قبل الهوا بنتناقش فيه. الفحص الفني للتليفونات او التقنيات الحديثه من مكالمات حصلت، من رسائل اتبعتت واتساب، من صفحات مجهوله، الكلام ده بقى سهل جدا، سهل ان هو يتفحص. فالمفروض النيابه العامه بتبتدي تفحص الهاتف، او لان احنا عندنا محل الجريمه التليفون. لازم يتفحص يشوف ارسل ولا ما ارسلش، ارتكب ولا ما عملش، وهنا يبتدي المفروض لما القضيه تتحال قدام المحكمه يطمئن وجدانها ان فعلا الولد ده مخالف وارتكب الجريمه. تمام. قلت رساله كده بقى للطالب تاني، وتحذيريه كده تانية. هو الرساله للطالب الحلقه كلها برمتها رساله للطالب. طب انا لو يعني ما تعرفش اديك عارف، يعني هقول برضو حضرتك تاكد برضو عليها ان مش شرط عشان الطالب مثلا سنه صغير او لسه مثلا يعني ما وصلش لمرحله الجامعه او كده، لا يبقى هو ممكن القانون يبقى قال لك ايه معفل. انا طبعا زي ما احنا قلنا انا ما قلتش نص القانون بحذافيره، القانون قال لك مع مراعاه قانون الطفل، لان احنا قانون الطفل قسم الطفل بمفهومه بالطفل اللي ينفع ان هو يتحبس، بالطفل اللي بيتاخد ضده اجراء احترازي زي الايداع في المؤسسه، الطفل اللي بيوجه اللوم لاهله، فيعني مع مراعاه قانون الطفل وحالاته. قانون الطفل ده هنعمل له حلقه لوحده بقى، نشوف الطفل دنيته عامله ازاي. فالرساله اللي حابب اوجهها للطلبه الحلقه دي كلها اتفرجوا عليها مره واثنين وثلاثه بالزبط. عشان تبقى عايزه وعبره. الامتحانات قربت، خلي بالكم زي مذاكرتك في دماغك وقلمك في ايدك بالظبط كده. الاهالي نذاكر ونبقى بالظبط. الاهالي خلي بالكم، يبقى في شويه انضباط، يبقى في نراقب الولد وهو رايح وجاي من الامتحان. في وسائل كتير جدا ممكن تطمن بيها على ابنك، غير ان انت تنزله بتليفون هو مش عارف استخدامه بالشكل اللي احنا اتكلمنا فيه على الحلقه ممكن يضره قد ايه، وهيضره هو على مستقبله، وهيضره يعرضه للحبس، وهيضرك انت على المستوى النفسي من الالام اللي هتبقى موجود فيه والقلق اللي هتبقى موجود فيه على ابنك. تمام. يعني العقوبات بتاعه الغش مش سهله، والقانون اتعدل بطريقه تخلي الطالب يخاف ويحذر مليون مره ان هو يعمل حاجه زي كده. فيعني انا بقول للناس كلها يا ريت تخلوا بالكم من اولادكم، ويا ريت تعلموهم ان الطالب يعني لازم يذاكر، مش لازم يتعود على الغش. وتسريب الامتحانات دي حاجه مش هينه وحاجه مش سهله، عشان الطالب فاكر ان ده دي لعبه، يعني هم بيلعبوا شطاره في شطاره فعلا. الولد عمل صفحه، يعني لما تخش تتفرجي، يعني مش عايز عشان انتشر فعلا من كذا سنه فعلا. القضيه كانت اعلاميه، يعني اعلاميا كانت مشهوره جدا وكانت معروفه، ياخد الامتحان ورفع ده، يعني يا ريت انا عنده نص قلبه كان زماني خسيت 50 كيلو مثلا. طيب يعني الولد اللي هو سرب ده كانت يعني هو تعاقب ساعتها ولا ايه الدنيا؟ تعاقب ساعتها وتعاقب بالحبس وتعاقب بالغرامه، وكانت الموضوع والحكم اتنشر في على السوشيال ميديا في الجرايد. يعني احنا طبعا بس كان في القانون القديم ولا القانون الجديد؟ لا كان في القرار، كان في القرار قبل ما يتعدل. مقرر رئيس الجمهوريه كان فقره واحده، جه القانون راح معدله وخلاه قانون، بدل ما هو قرار خلاه بقوه القانون واضاف عليه الماده بتاع كل من حاز. تمام. يعني منطوق القرار كان الفقره الاولى. تمام. الفقره الثانيه او البند الثاني اللي اتضاف اتضاف كل من حاز، وده يعني ايه؟ كوسيله من وسائل الردع ان الناس تخاف، ان يا شباب يا صغير خافوا من لازمه التليفون، وبيفتشوهم على فكره. اللي اعرفه ان حاليا لما بيجي يخشوا في تفتيش والتليفونات بتتصاب بره اللجان علشان ما يحصلش اخطاء زي كده، مش تعسف، خوفا على مصلحتهم. ايوه طبعا. طيب انا عايز اسال سؤال، طب المراقب اللي ممكن، يعني في مراقبين
طبعا مش كلهم في مراقبين ممكن يغششوا الاطفال او يقوموا هم لو مراقب يعني ثبت ان هو عمل هو كده. اللي بيغش نص الماده تاني قال نرجع قال ايه بقى يعاقب بالحبس كل من سواء كل طالب من سواء مراقب سواء نشرة كله اذاعه سهل كل من يعني حتى لو مراقب قال لك كل من يعني نص الماده شموله يا جماعه اللي بيحطوا القوانين بيوضعوها الالفاظ بتتراجع قبل ما مجلس الشعب يوافق عليها بتتراجع مره واثنين وثلاثه لفظ كل من ده مراقب طالب شخص عادي ما هو ما قالكيش مين ما قالكيش شرط ما حددش حد معين قال لك كل من جوه اللجنه او خارجها مراقب طالب حتى في التليفون قال لك كل من برضه ايا كانت صفته أيوة. الالفاظ واضحه الدلاله تمام يعني هي العقوبه واحده في التسريب والعقوبه واحده في الغش بالظبط تمام يعني انت سربت زي ما انا اقول لحضرتك بقى حضرتك قلت لهم في الاول خدوا تليفون صغير يعني ده ممكن فعلا يبقى امان تمام ولا ويسيبوا بره اللجنه ويسيبوا يعني يعني ياخدوا برده ويسيبوا بره بحيث ان ايه راح شمال وقع مش بتاع مشكلة. مش مشكله لكن تنزل بتليفون اندرويد ممكن يستخدم وممكن يوصل له نت او كلام من ده بتعرض نفسك للقيل والقال وبتعرض نفسك لنصوص التقسيم او التجريم اللي موجوده في القانون تمام طب بالنسبه لطلبه الجامعات بقى يعني طالب الجامعه اذا مثلا اثبت ان هو كان معاه مقرر للامتحان او موبايل او برضو سماعه بلوتوث او كده النص برضو على طلبه الجامعات هو القانون اتكلم اسمه ايه قال لك في شان مكافحه اعمال الاخلال بالامتحان ولكن المجلس الاعلى للجامعات له عقوبات تانية مختلفه يعني العقوبات الاداريه المجلس الاعلى للجامعات ليه موضوع تاني هو القانون اتكلم على كتوتل اتكلم على كل حتى قالك في مراعاه قانون الطفل معنى كده انا ممكن اطبق على الطلبه اللي من ابتدائي لثانويه عامه للجامعه تمام بس يعني المجلس الاعلى للجامعات ليه اجراءات تانية وفي قانون للمجلس الاعلى للجامعات خاص بيه طبعا لو هنقوله عايز له حلقه لوحده احنا عايزين نعمل حلقات كتير بقى عن موضوع يعني ناخد الموضوع كله اكتر احنا قلنا بس ايه المفيد بما ان احنا يعني ايه ننبه كده الناس اللي ما لحقش يلم مواد ولم بالظبط ايوه لسه معاكم اهو شويه عشان لو مسكت معاك تليفون انت حر تمام في نهايه فقرتنا يا استاذ احمد بحب اشكرك وانت بتسعدنا دايما يعني حلقتك حتى واحنا بنتكلم عن الغش وعن الامتحانات وعن وعقوبات واحنا كنا بنضحك كلها ببساطه ايوه انا سعيد جدا والله حقيقي انا ببسط لما اكون موجود معاكم ربنا يعني كل حلقه الواحد بيستمتع بعيد عن اي شيء منورنا دايما كده ودايما بتوصل المعلومه بشكل بسيط وبشكل سهل للناس لان فعلا يعني في ناس ما بتبقاش عارفه ممكن بتعمل حاجه وفعلا ما بتبقاش قاصده ويبقى الموضوع يوقعها في كارثه كبيره جدا لا والالفاظ القانونيه كمان بتفرق مش اي حد بيبقى فاهمها فانا بشكرك جدا يعني لبيت دعوتنا ونورتنا النهارده وان شاء الله بقى في حلقات جايه نتكلم فيها بقى على مواضيع كتير باذن الله بشكرك جدا يا استاذ احمد شكرا استنونا بقى في الفقره الجايه وذاكروا كويس ذاكروا كويس وخلوا بالكم من التحذيرات اللي قالها لنا استاذ احمد واستنونا في الفقره الجايه احنا هنتكلم زي ما قلت لكم عن المنتجات المصريه وان المنتجات المصريه في منتجات فعلا عاليه الجوده ومش يعني منتج مستورد يبقى لازم يكون عالي الجوده لا في منتجات مصريه وشغاله بايد مصريه وخامات مصريه وتبقى حاجاتها كلها عالية الجودة استنونا في الفقرة الجاية فاصل